عسلامة. عسلامة، يبارك فيك، عاش بنتي. عاش، مرحبا. أنت مواطن تونسي، عندك دار في حمام لمف، 13 سنة مبنية. جاء شخص بني بجنبك وقال لك سكر شبابك. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل منك. احكي لي الحكاية من الأول. أنا نبني، أنا السيد هذايا تو بناه، تو في الشهر هذا. معتمد حمام لمف في باله بالوضعية. معتمد حمام لمف في باله بالوضعية وشرطة البلدية في بالها. باه. السيد هذا كبدا جت البلدية وقفت أحوال البلدية، يعني هو من الأول غلط، من الأول غلط، وقفوه. شنو هو الشيء اللي عمل؟ أعوان البلدية، أعوان الترتيب، ما عندهمش كهرباء باش يدوه أنفار، معناتها الشرطة ما عندهاش فهمتي لا كهرباء باش يدوه. نهار أحد ما يخدموش، سبت ما يخدموش، وحد ما يخدموش البلدية. أنا مشيت لسوسة نهار الأحد، جيت نقام طلع حيط. انت كي وقفتك البلديه ما تقف تطبق القانون. لا، نهار لحد اغتنم الفرصه بناها، مشيت له بلا البلديه ودي هو بناها. قال لك لا اخويا احنا ما عندناش كهرباء وانتوا نطيحوا له. باهي، انا عملت شكايه، قابلت الكاتب العام تاع البلديه حبلب، حكيت له بالوضعيه. قال لي برا عملت لي مطلب وجيبوا لي. عملت مطلب ومشيت المكتب الضبط السيد هذايا رياض معاي، مشيت انا قابلت انا وياه للكاتب العام. الموضوع هذا ما قالوليش، حب باش انا يحط لي الاعصاب العجله باش انا ما نجمش نقدم لشك. باه، شنو اللي قال لي كي جبت له الشكايه؟ قال لي تفهمتني تمشي تطلع الزبله والخروبه. هل يعقل هذا توا قانون يطلعوا جديد؟ على شكون ينفذ فيه؟ على ايه؟ لا بركه، الناس توا البنات غادي وعملوا لا شيء. ما ثماش انا عمري لا نعمل شكايه، فهمتني؟ لا 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 لا، البعض مد عمل لمف، انا ديما بالمباشر معاه رئيس البلديه كيف السابق كذا. شنو هذا؟ كل مطلب جيب لي فهمتني لا شد الزبله والخروبه باش انا ما عنديش فلوس باش نخلص القباضه باش ناخذ غادي باش يغطوا على الجرائم نتاعها. هل يعقل توا هكا؟ انا الشكايه نتاعي سبيتها في والي بن عروس بارك الله فيه، هزيت شكايتي انا الوالي بن عروس وحكيت له على التفاصيل الكل. اليوم انا عندي شكايه جبتها لوزير الداخليه بالوثائق بشهاده لا 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 العدل، بديت شهاده بالوثائق نتاع العدل الشهاده وبالفوتوكوبيه امور واضحه. تو انا جبتها من الصباح شهاده الصف، دخلت لوزارة الداخلية هاني بدبها، كل واحد يبعث فيا البيرو. مشيت له قالت لي لا تمشي تهزها المحكمة. يا ودي مش نحدوا على الفساد، نحبوا نبلغوا احنا على الفساد، ماني طالب منكم شيء. لا، أطلع للمدير، المدير قال لي لا هبط اللوطة. قعدت هبط طالع في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية ما كانتش تقبل هكا، تجيب شكاية تصبها. تم اجراءات اخذها القانون. تو اللي بلغ على الفساد، تو قول السيد الرئيس ورئيس الحكومه الجديد هذا، تو اللي بلغ على الفساد يدخل الحبس. وعندي ما يثبت، تو عندي ما يثبت. اليوم اللي يجي يبلغ على الفساد يدخل الحبس. وين وزيره العدل؟ وين رئيس الحكومه؟ هل يعقل تو بالحجج تجي تبلغ انت على الفساد تدخل الحبس؟ ونعطيك شكون دخل الحبس؟ من ذاكم اخويا؟ ثم ناس ما هي قايمه بواجبها، نبدو واضحين. انا اليوم جو رجل كبير 76 سنه، رجل كبير 76 سنه، هبط طالع في وزاره الداخليه، المدير من الباب برا طلع للمدير، برا طلع المدير في وزاره الداخليه من الباب قال لي اهبط اللوط. عليه يعني مشكلتك بقات واحلى في خلاص الزبله والخروب؟ حقي لا، طلعت الزبله والخروب اعطيتها له اخوي. باه سي بون. باه، اليوم انا جبت شكايه باش نزيد نبلغ الشيء اللي هو الوزير الداخليه باش نبلغ. ما حبوش يقبلوه شكايتي، الشكايه ما حبوش يقبلوها في وزاره الداخليه. شكايتي ما حبوش يقبلوها في وزاره الداخليه. اطلع لفوق، اطلع للمدير، المدير من الباب قال لي اهبط اللوط. اللي كلم فيك ما نظمش واحد، بارك الله يرحم والديه.
يا بابا قال لي قد غادي نقعد غادي يجي الاخر يطردك جيبش الاخر الاخر يطردك شنو الحاله هذا وضع العقوبيه يعني نحبوا شيء يتصلح قاعد يفسد جي مغاتب باش يجي يشكي ويبلغ على السيد يدخل الحبس انا عندي وثائق ما تثبت شكون دخل الحبس وشكون اللي بلغ على الفساد خرج من الخدمه عندي ما يثبت انا اليوم ناصر سيد الرئيس رئيس الحكومه السيده فهمتي لا وزيره العدل تو بما فيهم زيد نحكيكم الوضع بتمامه وكماله اليوم وزاره لا 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 وزاره املاك الدوله مشيت شكيه سميت مطلب وزاره املاك الدوله بتاع سوسه 125 سنه من وقت بورقيبه انا تو عمري 76 سنه خلقت عينيا الوالد ثلاثه أراضي الدولة نعيشوا فيها بنتي أراضي الدولة أراضي الدولة نعيشوا فيها 33 عائلة اليوم 2014 يبيعوها ملك الدولة زيتون ولوز تبيعت كي نمشي نشكي أنا تو جيت لهنا زرت أملاك الدولة بتاع سوسة بتاع حملم بتاع تونس يبعثوك السوسة السوسة يبعثك المحكمة وقاعد يمشوا في قجوب ويبيعوها بمئة مليون أرض زيتون ولوز هم فاميليا احنا ثلاثة من الناس فاميليا ثلاثة من الناس ماتوا الكبار قعدوا الأولاد استغلوها الزوالي ماك تعرف حوت ياكل حوت يقول اللي جا يموت اليوم فالثورة هذه وفالحكومات الفاسدة هذه اللي صارت وهلكت البلاد والعباد ها اليوم يبيعوا ملك الدولة لوز وزيتون نعيشوا فيه انا عمري 76 سنة خلقت 130 سنة نعيشوا فيها من وقت الاستعمار اليوم باعوه تباعت ب 100 مليون وهاو رقم التليفون عندي هبطت في البرشلون جروب لخذا الارض هدية في وادي الخروب هل عندك ولاية سوسة وادي الخروب بوفيشة باختصار شنو طلبيتك من السلطات المعنية بالامر؟ نيابة الأمر شو؟ شنو هو طلباتك يعني؟ أنا طلبات نجي نمشي الإدارة ما نقضي شيء، أنا تو نجي فهمتني وزارة الداخلية قعدت ندور أنا ما عمرها صارت لي أنا عندي شكاية باش نصبها باسم وزير الداخلية الشيء يهمه هو تو وزير الداخلية ما يهموش رئيس بلدية ماهوش مسؤول أنا فهمتني لا الوالي بن عروس نعم خلي لك الكلمة الأخيرة الحاصل اخويا انا بلغنا على الفساد الله يرحم والديكم ولما ناس تبلغ على الفساد راهي ناس مربوطه بالحبس والناس طردت بالخدمه يعطيك الصحه مسيو بارك الله فيك وكثر خيرك